السلام عليكم البنات، واش راكم؟ ان شاء الله يا ربي كامل تكونوا بخير وعلى خير وتكون اموركم باحسن الاحوال. مرحبا بكم في القناه لو باني دو سيمام. دونك اليوم راح ندير لكم لو روتور دو كورس ولو بون بلان اللي درتو اليوم السبت. بالك راح تنزل لا فيديو غدوه ان شاء الله الحد. المهم لو روتور دو كورس هذوما دونك واش راكم تشوفوه هنايا ماشي غاتفيا، واش راكم تشوفوه هنايا هي 35 اورو، دونك 35 اورو او ليو 160 اورو. بيان سور انا درت اون كاس، درت دو باساج اون كاس افيك دو كارت فيديليتي ديفيرونت، لانه عندي زوج لي كارت فيديليتي، وحده لا كارت فيديليتي تاعي انا وزوجي، والاخرى تاع ما بيل مير اللي يعني ما تستعملهاش. دونك فوالا راح ندير لكم كامل لي ديتاي تاع هذوما. ثاني انا بروفيتيت من لي بون اللي كنت وريتهم في لا دارنيير فيديو. كان عندي زوج بون دو ريدكسيون تاع 8 اورو، كي نوصلوا ل 80 اورو داشا تاع كارفور كانوا بعثوهم لي للدار. ولا اذا زعما اذا كان زعما فوز انتريسي لهاد لو بون بلون في كارفور راهم يمدوا انا وشنو مدولي ان اوت بون بون فات دو ريدكسيون راح نوريه لكم 7 كي نوصل 75 اورو داشا. هاد لو بون دو ريدكسيون يخرج اوتوماتيكمون اون كاس، يعني كي تروحوا تشرو كيخرج لكم اوتوماتيكمون اون كاس. دونك هنايا كاين ان بو دو تو. هنا كيما راكم تشوفوا شريت خمسة تاع لي زاريال، درت ديجا لو ستوك. دونك كيما راكم تشوفوا درت شويه تاع لو ستوك. كيما قلت لكم درت دو باساج اون كاس، الاولاني كان بلا كارت فيديليتي تاعي، والثاني كان بلا كارت فيديليتي تاع ما بيل مير. راح نديتاي لكم كامل هذوما في هاد لا فيديو. جوسبر كو لا فيديو تعجبكم. نقول لكم اذا عجبتكم لا فيديو ديروا لي جيم وخلوا لي تعليق. هنا راح ندير لكم لو ديتاي تاع لو برومي باساج اون كاس. وصلت ل 80 اورو وانا مديت لو بون دو ريدكسيون تاع 8 اورو كي نشرو 80 اورو داشا. هذاك لو بون دو ريدكسيون كنت وريتو في لا ديرنيير فيديو، يعني انا وصلني للدار. دونك كي شفت هذاك لو بون جي ايسيي ماكسيموم باش يعني لي كورس تاوعي هذوما كيبقاو لي فريمون غراتوي. راح نقول لكم واش شريت هنايا. عندنا 4 تاع اريال كيما راكم عارفين، لو اريال اي لي اون برومو في كارفور. نورمالمون الثمن تاعو هو 13 اورو و 27. دونك هنا عندي 4 هذوما 4 كامل استقاموا لي ب 53 اورو فاصل 05، وهنايا داروا لي دراهم في لا كارت فيديليتي. راح نوري لكم ما كارت فيديليتي هنايا وشحال داروا لي. دونك راكم تشوفوا هنايا داروا لي 42 اورو فاصل 84، عاد 42 اورو فاصل 48 سنتيم داروهم لي في لاكارت فيديليتي باش نوصل ل 80 اورو ويبقاو لي لي كورس تاعي فريمون غراتويت. زدت شريت اولويز هذا، وكان عندي ان بون دو ريدكسيون تاع 6 اورو وصلني للدار. راح نوري لكم لو بون دو ريدكسيون، يعني كي نكمل كامل هاد لو ديتاي راح نوري لكم لو بون دو ريدكسيون اللي كان وصلني، لانه كنت فيلميت لا فيديو من قبل ما يعني ما نروح اون كاس باش نوري لكم لو بون دو ريدكسيون هذاك تاع 6 اورو كي نشرو هاد لو باكي. وهنا راكم عارفين الحكايه تاع لو رومبورسمون تاعهم، كنت ديجا قلتها لكم. هنا وشنو راح ندير 3 اورو في لابليكاسيون كوبون نتورك. بالنسبه بصح لابليكاسيون كوتي جاب لربي ما كاش لوفر في لابليكاسيون كوتي نحاوها، ولكن كوبون نتورك بقات فيها، لانه عندنا الدروان نشرو 5 لي برودوي نديرو 5 خطرات لو رومبورسمون، يعني حندير لو رومبورسمون بلا بونوس. وثاني 3 اورو في لابليكاسيون إيغال، يعني هاد لو برودوي 9 اورو 9 اورو جبنا ب 50 كي نحو منو 6 اورو و 3 اورو تاع كوبون نتورك و 3 اورو تاع كوتي، يعني حيبقى نو عفوا تاع إيغال ماركت، يعني حيبقى لي غراتوي وعندي فيه الربح تاع 3 اورو.
وثاني زيت شريت هذا لو باكي هنا خليت بالعاني هذا لو بون دوكسيون اللي كان لاصق انا كنت لحيت واحد البون دوكسيون اللي كان في الغيون مديتو اون كاس وهذا قلت نحتفظ به باش يعني كتشوفوه نتوما وهنايا كان عندي ان بون دوكسيون تاع 3 اورو مع هذا لو بون دوكسيون تاع 4 اورو هذا الثمن تاعو جبر ربي 10 اورو اذا ما غلطتش الثمن تاعو هو 10 اورو المهم نحي منو 4 اورو تاع لو بون دوكسيون وهنايا لابليكاسيون كوتي مازال فيها لو رومبورسمون بيان سور لابليكاسيون كوتي لانه انا عندي زوج ابليكاسيون كوتي وحده ليا وحده لزوج تاعي دونك راح ندير لو رومبورسمون تاع 3 اورو في لابليكاسيون كوتي 3 اورو في ايغال و 3 اورو في كوبون نتورك يعني هاد لو برودوي راح يبقى لي فريمون ثاني باطل وندير ربح فيه تاع 3 اورو دونك 53 اورو تاع اريال بلس 10 نقولوا 9 اورو 50 و 10 اورو هذوما تقريبا رانا في 70 اورو صبروا بكيا البنات دونك كامل هذوما رانا في 72 اورو باش وصلت ل 80 اورو شريت هنايا لي زورونج كيما راكم تشوفوا هذوما لي زورونج كانوا ب 3 اورو 3 كيلو 3 كيلو 3 اورو دونك هنا وصلت ل 75 اورو وانا كانت ما بال ما عطات لي دراهم باش نشري لها لي بابيوت لانه كتديهم معاها لا جيم يعني دوك تخلصوا لي فاكونس سكولير راح يولوا لا جيم لانه لا جيم وين تخدم ما يخدموش لي فاكونس في فاكونس سكولير قالت لي كندير لهم دي بابيوت دونك عطات لي 5 اورو باش نشري لها لي بابيوت مع هذيك لي هذيك 5 اورو وصلت ل 80 اورو دونك هذو هما لي بابيوت اللي شريتهم اون بروموسيون في كارفور نورمالمون 8 اورو دايرين ناقص 34% دونك في هذا المنتجات كامل اللي راكم عفوا اللي راكم تشوفوهم هنايا كامل نورمالمون 80 اورو نقصوا منهم ل 8 اورو ل 80 اورو لو بون داشا هذاك اللي وريته لكم في لا دانيير فيديو مع 6 اورو تاع لي اولويز 3 اورو تاع الثاني اولويز هذوما وهنا ثاني نسيت ما قلت لكمش كان عندي ان بون ريدكسيون تاع 3 اورو والاخر تاع 1.50 كنت امبريميتو في لو سيت انفي دو بلوس وشنو لا كيسير ما قبلت ليش تاع انفي دو بلوس ولكن قبلت لي غير تاع كارفور المهم بعد هاد لا فيديو يعني حندير مونتاج راح نوري لكم كامل لي بون اللي وريتهم يعني في لو شاريو وثاني لي رومبورسمون اللي راح نديرهم كامل هنايا هذوما كامل استقاموا لي باطل وعندي فيهم ربح تاع زوج اورو و50 ودوك نوريكم لو دوزيام باساج واش درت فيه دونك هنا نوري لكم لي بون ريدكسيون هذا هو 8 اورو بور 80 اورو داشا اللي كان وصلني للدار وثاني هذا 6 اورو تاع لي اولويز هنا ثاني 3 اورو كان وصلوني في الدار راح نحكي لكم حكايتهم يعني بدات تخفكش مع فيديو وثاني عندي ان بون ريدكسيون هذا يا 3 اورو هذا يخرج اوتوماتيكمون اون كاس يعني كي نشرو الحوايج يعني في كارفور وثاني 1.50 هذا 1.50 ما قبلته ليش لا كيسير قبلت لي تاع 3 اورو ما قبلت ليش تاع 1.50 دونك في لو دوزيام باساج اون كاس يا البنات ثاني كنت استعملت ان بون تاع 8 كي نشرو 80 اورو داشا ينسقنبك الكاميرا باش يبان كلشي المهم شري ثاني درت 8 ل 80 اورو داشا هذوك لي بون كانوا وصلوني للدار هنا فريمون سي با زعما اون غروند اوبتيميزاسيون يعني ما كاش فيها اقتصاد كبير ولكن راح نقول لكم واش قدرت نقتصد وشحال استقاموا لي يعني ما بين اليوم كامل شحال استقام لي كامل هذوما الاشياء دونك راح ندير لكم كي وصلت قبل ما نبدا كي وصلت انايا اون كاس استقاموا لي 80 اورو المهم كنت دايره حسابي باش نوصل 80 اورو ومن بعد نحي منها لي بون ريدكسيون اللي مديت لها اون كاس وشحال حطوا لي في لاكارت يعني هاد المشتريات كامل اللي راكم تشوفوهم هنايا
استعملي غير ب 35 اورو او ليو دو 80 اورو. راح نشرح لكم لي بون دو ريدكسيون اللي مديتهم. فاش مديت لي بون دو ريدكسيون؟ دونك مديت لي بون دو ريدكسيون راح نبدا بالحوايج اللي مديت بهم لي بون دو ريدكسيون. هو هذا لو طون اذا راكم تشوفوا فيه كاين لو رومبورسمون في شوب ميوم. دير شوية البلاصة هنايا باش يحل لو طون. المهم هاو فيه شوب ميوم كي نشرو وحدة يمدولنا ان اورو، وكي نشرو تلاتة يمدولنا خمس. يعني هنايا كندير لو رومبورسمون تاع 50%. مشاو شنو لازم كنشري وحده هنا. صراحه لقيت واحد المراه يعني كانت قدام الطوم هذا وكانت عندها دي بون ريدكسيون تاع 25 سنتيم، عطات لي منهم. خليت واحد باش تشوفوه. دونك هذا هو لو بون اللي مديتو هنايا اون كاس. يعني كي وصلت اون كاس مديت لها اربعه لي بون تاع 25 سنتيم. هنا وشنو شوب ميوم انا راح ترمبورسيني كامل الثمن تاعهم جبا به هو 2 اورو و44 ولا 2 اورو 50. يعني هذو ما ربعه كامل استقاموا لي ب 10 اورو. وشنو انا شوب ميوم عندي باغيناج يعني راح يرمبورسيوني 10 اورو. نتوما اذا ما كانش عندكم باغيناج يعني هذوما اللي لو بواط دو طون يعني راح يستقاموا لكم ب 4 اورو و 12 سنتيم. يعني كي درت الحساب اذا ما كانش عندكم باغيناج فلا كان يوت فيديليتي تاعكم راح يسقم لكم غير ب 4 اورو و 12 سنتيم. واذا كان عندكم باغيناج يعني حيسقم لكم فريمون غراتوي ويكون فيه البينيفيس. هما لي بون ريدكسيون يعني تاع 1 اورو اللي مديتو تاع 25 سنتيم يعني فوا 4 اللي مديناهم. دونك في هذا مديت لي بون ريدكسيون. ثاني فاش مديت لي بوند ريدكسيون مديت لي بوند ريدكسيون في لو غاليا كالسيما. كاين ان بوند ريدكسيون تاع 2 اورو 25 اللي لقاوه في لو سيت ايغال. وهنا ثاني كنقدروا نديروا ان رومبورسمون تاع 2 اورو و 25 في لابليكاسيون ايغال ماركت، و 2 اورو و 25 في لابليكاسيون كوبون نتورك. يعني هذا الثمن تاعو كان 10 اورو ناقص 2 اورو و 25 تاع بون ريدكسيون، 2 اورو و 25 تاع ايغال، و 2 اورو و 25 تاع كوبون نتورك، راح يستخدمنا او فينال يعني 3 اورو و 25. فاش مديت لي بون ريدكسيون نورمالمون هذا ما كان لي بون ريدكسيون مديتش في حاجه اخرى. وعلاش استقاموا لي ب 35 اورو؟ كيما قلت لكم وصلت 80 اورو مديت لها 8 اورو بالنسبه ل 80 اورو كي نشرو هذاك لو اون ريدكسيون قلت لكم وريته لكم في لا ديرنيير فيديو. ثاني مديت ان بون ريدكسيون في لو غاليا هذا ما كان. وهنايا داروا لي في لا كاميوت فيديليتي لانه اون سو مومون راهم اون بروموسيون في كارفور. يعني كي نشرو كي تلقاو هذو مال تيكيت يعني نشرو واحد واحد يكون 100% رومبورسي. هنا وشنو شريت دي شوسيت وهنا شريت دي كالسون ولا دي بوكسور يعني لوليدي. وهنا داروا لي دراهم فداروا لي 5 اورو في لا كانيوت فيديليتي. وثاني باش نوصل 80 اورو شريت لو اريال هذا. ثاني داروا لي كيما حكيت في لا بروميير فيديو يعني في لا بروميير بارتي في لا فيديو داروا لي 10 اورو. يعني تقريبا داروا لي 16 اورو في لا كارت فيديليتي. يعني من 80 اورو نقصوا منها 1 اورو تاع لي بون ريدكسيون تاع لو طون و 2 اورو 25 في لي غاليا راح وصلت يعني اون كاس خلصت 86 اورو. نقصوا منها 16 اورو تاع اللي حطوها لي في لا كارت يعني تسقم لي ب 52 اورو. وشنو هنا انا شوب ميوم راح ترمبورسي لي 10 اورو يعني كي نولي ل 42 اورو. وكي ندير لو رومبورسمون تاع غاليا راح يستقاموا لي كامل هذوما بال 37 اورو فيغول 50.
وكان ما عندي في بينيفيس في لا بروميير فيديو تاع 2.50 يعني هذا ما كامل استقاموا لي ب 35 اورو. مانيش عارفه اذا كنتو فاهمين واش راني حابه نقول ولا لا. لا المهم خلوها لي في لي كومونتير لانه ما سي دي كالكول. مانيش عارفه اذا راكم فاهمين نتوما. صراحه هنايا ما حاش نعطي لكم كامل لي ديتاي لانه ما كانتش فيهم ما عجبتش عليهم لي بون ريدكسيون، ولكن كاين شي حوايج كاين فيهم لي رومبورسمون باغ اكزومبل عفوا لي بروموسيون باغ اكزومبل لي كامونبير كانوا 3 اورو للثلاثه، هذا كانوا الثمن تاعو 2 اورو شي حاجه يعني من الشافيه اكزاكتومون على على الاثمنه. و يعني ما فيهاش يعني جو با لوتيليتي يعني تاع الاثمنه. هنا وشنو هذوما هذوما لي فلا كوزيني هم برومو او كارفور يعني 8 اورو 6. انا شريت 6 شريت بيان سور شريت لو بواسون لانه زوج تاعي يعني دي فوا كي ندير الطعام ولا كي ندير نسوب حاجه خفيفه لو سوار يعني ما يحبش يديها للخدمه دونك يعني جي شوي اوبليجي باش نزيد نطيب. يلا كي لقيت لا برومو هذو مات لي بلا كويزيني دونك هكذا كي يكون درت حاجه وما حبش يديها للخدمه وما يلقى هذايا هذايا. دونك فوالا هنا شريت دي ياغورت ناتور ياغورت او فروي دي بتي سويس. هنا سي ان غاتو دو ري ديجا ديجا فتحوا رجلي وكلا. هنايا سي دي ياغورت او شوكولا وهنا سي ثاني كيما راكم تشوفوا سي دي جو دورونج بيو. دونك فوالا بالنسبه لهاد لا فيديو هنا كاين دو 7 اب. دونك هذه هي لا فيديو. جيسبر كو لا فيديو تاع اليوم نالت اعجابكم. بيان سور اذا عندكم شي اي حاجه خلوها ليهم بعد انفو ان شاء الله كنجاوبكم عفوا في التعليقات ان شاء الله كنجاوبكم كاملين. وتهلاو في رواحتكم.